الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول مولانا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب، فرض وشرع على من كان قبلكم، لكن الحكمة من هذه المشروعية أشار المولى إليها جل وعلا بقوله تعالى: لعلكم تتقون. فإن فائدة الصيام التقوى، فالصوم مدرسة الهداية والتقى، ومن الهداية مبدأ الإقدام. فإن شهر رمضان مدرسة لنا، شهر الصيام، بكل ما تعنيه الكلمة، مدرسة للتهذيب، تهذيب الأخلاق، مدرسة لضبط النفس. يستطيع الإنسان أن يتعلم من خلال هذا الصيام، من خلال رمضان، صيام رمضان، ضبط النفس واجتهاد ومجاهدة نفسه. وكذلك فإن صحة العقل وصحة الجسم موجود في الصيام. ولهذا مولانا يقول: لعلكم تتقون. قال المولى: أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا. قال: أياما معدودات، أهل العلم يقولون يعني قلة ترغيبا لنا، هذا من أوزان القلة. يرغب الله المولى جل وعلا عبيده بأن الصوم أيام معدودات، لم يقل شهر كامل، حتى أن الصائم ربما يكون يعني يستكثر، ولكن قال مولانا: أياما معدودات، ترغيبا لعباده سبحانه وتعالى. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه. ما أعظم تشريع مولانا، وما أعظم حكمة مولانا في هذا التشريع، وعلى الذين يطيقونه فدية. قال أهل العلم إن أول مشروعية الصيام لما نزلت هذه الآيات المباركات كان لا يعرفون الصوم أوائل الأمة، فخيرهم المولى بين أن يصوموا وبين أن يدفعوا الدية، يدفعوا الفدية. قال: فمن كان أيام معلومة وعلى الذين يطيقونه فدية. قال: طعام مسكين. يقول مولانا: فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كيف المولانا جل وعلا لم يشدد فيها مشروعية الصيام في أول ما شرعه لهم؟ لأنهم لم يكونوا على معرفة للصوم وترك الطعام، فكان من شاء صام ومن شاء أخرج مد. ثم لما عرفوا هذا الصيام وعظمته، نسخ المولى جل وعلا هذا وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معنى قال أهل العلم أن هذه الآية المباركة، الآيات المباركة، نسخت التخيير. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من كان شاهدا، حاضرا، موجودا عند رؤية الهلال، ليس مسافرا ولا مريضا وليس به أي علة تمنعه من الصيام، فليصمه. هذا مولانا أصبح الآن اللام لام الأمر، يجب عليه أن يصم. كان حاضرا، فمن شهد، شهد رؤية الهلال، رؤية الهلال وهو موجود في البلاد. قال: من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا. ثم ذكر الله رحمة لنا يا معاشر الأمة، انظر كيف رحمة المولى لنا ورفع الإصر الذي كان على من كان موجود، على من كان قبلنا من الأمم السابقة. وذلك سبب هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآيات لو نظرنا فيها
وإلى عظمة مشروعيتها لهذه الأمة لوجدنا الرحمة الكاملة لنا من الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول مولانا: فمن شهد منكم الشهر، من كان حاضر، لكن إذا كنت مسافر فإن الله رفع عنا كثير من الحرج. معنى إذا كنت مسافر أنت جاز لك أن تفطر إذا كان السفر مباحا وكان سفرا طويلا، لكن عند شرط في السفر ينبغي أن يعرف هذا الشرط، أن مذهب الإمام الشافعي شرطية الإفطار أن يخرج من البلد قبل طلوع الفجر. أما من خرج من البلاد، كثير من الناس يسافر في رمضان لا سيما للعمرة، يسافرون ويخرجوا من البلاد الساعة 7 ثم يأكلون في أثناء السفر. ما لكم؟ قالوا: نحن مسافرون، هذا ليس سفر مبيح للإفطار. إنما السفر إذا خرج من عمران البلاد أو من سور البلاد قبل طلوع الفجر جاز له أن يأكل وأن يشرب. أما من سافر بعد طلوع الفجر فلا حق له في الإفطار، إلا في مسألة أخرى يسمى مسألة المشقة. إذا بلغ المشقة، وجلت المشقة عنده، فله حينئذ أن يفطر. لهذا معاشر المسلمين تنبهوا، انظروا إلى رحمة الله بنا، مع أن الإنسان إذا كان في سفر واستطاع أن يصوم، قال أهل العلم، قال الإمام النووي في مجموعه: إذا استطاع أن يصوم فالصوم أفضل. لماذا؟ لحرمة الوقت ولبراءة الذمة، لأن الإنسان يبرئ ذمته، ولأن الوقت وقت شريف، الوقت وقت عظيم، فإن الحسنات مضاعفة، ليس رمضان كغيره. لأن كما سمعتم في الدروس المتقدمة أن صيام يوم كألف يوم، وأن لنا برمضان، فربما يكون صيامك صيام، ربما يكون آخر رمضان تصومه. فلهذا احرص على أن تصوم رمضان، لا تفطر إلا إذا كان هناك مشقة في السفر. هذا يقول مولانا جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر. المرض ليس كل مرض يفطر فيه الإنسان، كثير من الناس ربما وجد عنده المرض الخفيف الذي يستطيع معه الصيام، ولكن يقول: أنا مريض. قال أهل العلم: إذا أبيح لك الجلوس في الفرض، إذا كان هناك إباحة في الجلوس في الفرض جاز لك أن تفطر. معنى إذا كان مشقة شديدة مع الصيام، أو هناك طبيب عدل أخبرك بأن الإفطار يلزمك فتفطر. أما من ذات نفسك، أو ربما أصابتك شيء من الأمراض الخفيفة، فأنت سعيد فجعلت لك رخصة في الإفطار. أيها المؤمن، أيها المسلم، معاشر الصوام، ينبغي الإنسان أن يتهاون بهذا الشهر المبارك وعظمة هذا الشهر وهذا الشعير المباركة من أعظم شعائر الله، شهر رمضان المبارك، ينبغي تعظيمه، أن نقوم بحقه في كيفية الصيام، في كيفية القيام بواجباته، كيفية ما أن نقوم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى اتجاه أو نحو هذا الصيام ونحو هذا الشهر المبارك. يا قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، قال أو على سفر، على سفر، ما قال من سفر يا خلت، قال على، قالوا أهل العلم هنا على تفيد أن خرجت من السور، لست أنت في البلد حتى تفطر، إذا خرج من البلد فأفطر، أما ما دام في البلد كيف يفطر؟ قال الله على، فلهذا ينبغي أن نعرف كلمة على سفر، على سفر، فلهذا خرج أصبح في السفر، أصبح موجود في السفر الآن، وطلع عليه الفجر وهو في السفر، على سفر لك الإفطار. أما أنت في البلد تريد أن تفطر، تريد أن تذهب إلى العمرة، وفوق ذلك أنت في عمرة فيها، تريد إلى هذا البلد المبارك وإلى هذا العبادة العظيمة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحج معي، حديث رواه الإمام البخاري. عمرة في رمضان، معنى الأمر ليس بسيط، فلهذا ينبغي أن تعظم هذه الشعيرة وهذا الشعيرة حتى تكون من الذين: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا أمر عظيم يدل على أنك أنت من أهل التقوى إذا عرفت وعظمت هذا الشهر المبارك. لهذا يقول مولانا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الله: يريد بكم اليسر، ما أراد الله بنا العسر، متى أراد الله بنا العسر؟ وقد قال مولانا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. معنى لو كان أراد الله بنا العسر لقال يمنع الإفطار، ما رخص لنا في الفطر، لا في السفر ولا في المرض. ولكن قال مولانا، انظر إلى كلام المولى جل وعلا: يريد بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر. هذا كلام عظيم من الله لنا، أن الله ميسر لنا في فرضية هذا الشهر المبارك. يقول أن معنى كلام المولى أن الله أنا فرضت لكم الشهر لتكونوا لتحوزوا الخيرات والمسرات، ولكن إذا كان عندكم مشقة في صيام فافطروا، ما أريد أن أشق عليكم يا عبادي. وهذا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله رفع عنا كثيرا من الحرج، ورفع لنا كثير من الإصر الذي كان على من قبلنا. فلهذا نحن في خير، نحن في بركة، نحن في هذا الشهر في أعلى بركات. لهذا نعرف قدر وحرمة هذا الشهر المبارك. لهذا يقول الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما أراد الله بذا العسر. لو قال بعض الناس يقول ليش الصوم تعب، أي تعب، لو علمت قدر الصوم لو عرفت أمتي. يقول النبي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، السنة كلها، لكن ما عرفت. كثير من الشباب يستصعب أن يصوم اليوم، يستصعب، يشق عليه. ربما بعض الناس يريد أن رمضان يريد بسرعة يمر كالبرق الخاطف، يتثاقل أيام رمضان، مع أنه له خير في مصلحة لدينه ولعقله ولجسمه. يقول النبي صوم وتصحوا. ما يظن الإنسان أن الآن كثير من الأمراض التي موجودة هو يستشفى بصيام رمضان، تذهب عنده عندما يصوم، تذهب منه عندما يصوم الإنسان، تذهب تلك الأمراض، سواء كان نفسية سواء كان أمراض يعني جسمية. والنبي يخبرنا يقول تصوم وتصحوا، هذا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لا تستثقل أيام، ويا أيها الصائم لا تستثقل، وإذا صمت صم بحق. ربما الإنسان بعض الشباب يستثقل أن يكمل اليوم، يظن أن هذا أمر صعب، وهذا لا، لو وجد عنده الإيمان حقيقة ما يستصعب، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الخالق، هذا أمر الرازق، هذا أمر الملك، هذا أمر السلطان، سلطان جل وعلا مولانا خالقنا. إذا أمر الله لك أمر الله بشيء، ما يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ليس فيه مصلحة لنا، ما يأمر. ما يقول إن الإنسان أن الصوم يتعبنا ويمرضنا، العكس، هو ظاهر أنك تتعب الحقيقة، لكن لو رجعنا حقيقة الصوم ما في تعب، العكس، أن الإنسان كلما صام ازداد قوة، ذهبت الخلايا المريضة، قالوا أهل العلم من الجسم تذهب خلايا مريضة ويذهب الشحوم، يخف الإنسان من الأمور، معدته ترتاح كثير جدا، عقله يسمو، لأن رمضان كله شهر الصبر، يعني يتعلم الأخلاق، يتعلم أمور كثيرة، معنى يرتفع قدر الإنسان في رمضان. ولهذا تجد أهل الصيام حقيقة يتمنون أن رمضان يطول، يتمنون أن لا رمضان يكون السنة كلها، لما عرفوا من قدر رمضان. حتى بعض الناس ربما يعني إذا ذاق شيء من الصيام يتمنى يقول ليش رمضان خرج، ما نبغى رمضان يخرج. لماذا؟ قال الحمد لله نحن في طاعة، ننتقل من مجلس إلى مجلس، من قرآن إلى قرآن، من صلاة إلى صلاة، من ذكر. رمضان معنا، رمضان كل ما شاء الله ما في هناك مشاكل، حتى نفسي في البيت، مشاكل في البيت مش غير موجودة، مع أن رمضان أيضا يتوفر رزقك الخاص. في رمضان هناك لك رزق، شهر من الله، شهر المواساة، ويحصل للإنسان رزق فيه في رمضان، يزيد ازداد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يزداد فيه رزق المؤمن، يزداد. هذا الأمور الدنيوية، لكن الأمور الأخروية أوه، لو عرفت كيف أصبح أنت في رمضان، معنى في أمور عالية جدا، معنى أن أنت الآن في أوقات شريفة حتى تغبطك الملائكة عليها، تغبطك الملائكة على هذه الأوقات الشريفة، لا سيما إذا صرفتها في طاعة الله، لا سيما إذا صرفت في العبادة، لا سيما إذا صرفت فيها في الخير. أما إذا صرفت في النوم فيا خسارة. مع أنهم يقول نوم الصائم عبادة، قال أهل العلم إذا كان بيرتكب معصية أحسن ينام، إذا كان الإنسان بيعصي نم، لكن ما معنى النوم أنه ينام عن الفرض. يعني انت الان لو قست الناس، كثير من الناس ذهب سوي احصائية كم حاضرين لجماعة ظهر، 10% في اول رمضان كثير، بعدين بعد ينقص. لماذا؟ فين الناس؟ رمضان خلاص يعني النوم، حسبوا ان رمضان شهر النوم، ليس رمضان النهار عبادة والليل قيام، النهار صيام مع العبادة والليل قيام، النهار اغتنام بقراءة القرآن والتنافس في حضور مجالس العلم، والتنافس في الاعتكاف في بيت الله.
أروا الله أنفسكم يعني الاجتهاد، أروا الله اجتهادكم في رمضان، أريد الله أن يرى منكم الاجتهاد. هل اجتهاد النوم؟ إن الخير اليوم كثير من الشباب الخير إن صلى العصر إن ظهر قام قبل الأذان عصر، هذا إنسان خير قالوا. وماذا كثير من الشباب ما يصلي الظهر إلا مع العصر. أي صوم يا أي فائدة في صومك يا أيها الصائم يا شباب المسلمين يا شابات، أي فائدة إذا كان إنسان يترك صلاة؟ وتعرف أن الصلاة أعظم عند الله من الصيام، ما هناك فرض قيل أن الإنسان يكفر بتركه إلا الصلاة. كثير من الأئمة قالوا أنه من الصحابة وكثير من الإمام أحمد قالوا كافر أن ترك الصلاة متعمد كافر، يعني أنك أنت تصوم وتصلي إيش الفائدة أنك تصوم تترك الصلاة، صائم تارك الصلاة. يا أيها المسلم إذا أردت الفوز اللحاق بأهل الفوز والنعيم والنظر إلى وجه الله فلتحرص على الواجبات في رمضان، ولتحرص أيضا على المندوبات، ولتحرص على صيامك من الأخلل الذي يدخله، ربما هناك ما يأكل الصيام، ربما ما هناك ما يسقط الصيام، ربما ما يسقط ثوابه. فلهذا إذا نحن صمنا فلنصوم حقيقة، لا نخل بشيء من الواجبات سواء كان صلاة زكاة عبادة، ولا يخلل يتخلل صيامنا شيء من النقص، لا يتخلل صيامنا شيء مما يأكل يأكل الثواب علينا. رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، هذا نبينا يقول. كثير منا صمت الحمد لله الله يتقبل، لكن كيف الله يتقبل؟ كيف الصيام؟ هل أنت يعني ابتعدت عن النظر إلى الحرام؟ هل أنت حرصت أن تنظر إلى طاعة الله إلى القرآن فقط إلى كتب العلم؟ هل حرصت على صون عينك عن النظر الحرام، وصون أذنك عن سماع القبيح، وصون اللسان عن الغيبة والنميمة؟ هل حرصت؟ هذا صيام، هذا يعتبر صيام. أما مجرد أنك تمسك عن الطعام، حتى البهيمة يمكن لو حبست أمسكت عن الطعام، قالوا أهل العلم هذا يمكن، لكن الإنسان ليس بهيمة، الإنسان أعلى أعلى شريف، الإنسان عظيم بعقله، أعطاه الله العقل، ميز الله الإنسان عن البهائم بالعقل، لهذا أعظم ما خلقه أشرف ما خلق الله العقل. فقال له الله لما خلقه أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. وماذا يعني أخس مخلوق لله؟ الجهل، الجهل. قال الله أقبل فأدبر، أدبر فأقبل، بعكس يعني أصبح الإنسان. أنت ينبغي أن تكون في أعلى مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى والآدمية والمعرفة لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.